القطرة دي بس بتبدأ هي حرفة. أستاذ رزق طبعا. أنا بقالي في الشغلانة دي 12 سنة. سلام ورحمة الله وبركاته. هي حكاية هواية، بس كل واحد ليه هواية في شغلانة. أنا هويت البحر والسياحة. لنا فترة بتاع سنة مع بعض شغالين على مركب واحدة. برنس خد يا زعيم. السلام عليكم. تبقى المراكب جايه من اسوان، دخلت اسنا مثلا على الساعه 12 الظهر، بنلاقي ماسكين فيها مسافه بتاع 20 25 كيلو. فرج الزباين بتتبسط بتشتري، هو ده سر المطر. هم المعروفين يعني، الألماني إنجليزي فرنساوي شوية إيطالي إسباني. لسه المراكب مجال ما فيش غير دول. من غير تعليم احنا هواية ممارسة. على الله. ومستنين بقية المراكب. بس يا اسبان على مكسيك. الزباين بتحب المكسيك. عمي اللي احنا ابتدينا اصول المهنة دي ان احنا محدش يشوى على حد. كانت كترة مراكب كترة الزباين. طبعا دروك مراكب قلت والزبائن قلت، بناجي نهتف على بعض نشوى على بعض. احنا طبعا الشعب اسنا بنعمل كده لعدم وجود مراكب في ساعة النهار، وحابين بس المسؤولين يعتنوا بينا شوية، يخلوا ليها مواعيد زيارة المعبد اسنا، عشان هم ما بينزلوش اسنا يتفرجوا. طبعا انا محتاج مصاريف، معايا بيت معايا اخوات، بيبقى لازم غصب عني اروح افرجهم. غطس بحاجة هو طلعيني. ايش دروك حسيني غطس.